طيب مركز حراسة المرمى انت كنت عايزه اصلا من وانت صغير ولا كنت عايز مركز تاني وهو ده لا انا من صغري دايما حابب ان انا ابقى حارس مرمى. انت عايز ما فيهاش تغيير، بس انا بحب العب كوره يعني، انا عامه بحب العب كوره يعني، لما اطلع العب مع اصحابي اجازه الكلام ده انا ما بوقفش جول خالص، ما اعرفش حاجه اسمها جول، دي دايما العب كوره والحمد لله يعني الواحد بيلعب كوره كويس. فعشان كده عارف انت جات لي اللي هو ثانيه، بس كنت بقى طبعا صغير بقى اللي هو جيت في النص، طب ما انت مثلا تعرف تجيب اجوان وبتعرف بتاع، انا كنت حاسس نفسي بعرف العب فاللي هو طب ما تفكر تغير. على فكره بوفون كان كده، كان بادئ حاجه وبقى جول، فاللي هو طب ما تفكر ده بوفون كان كذا، عارف انت اللي هو عمال بقعد افكر مع نفسي ممكن تغير عادي، بس في الاخر لا انا حسيت ان انا حابب الجول اكتر يعني، وخصوصا دلوقتي كمان ان الكوره الجديده الكوره الحديثه محتاجه الجول يكون بيلعب برجله كويس طبعا، فدي حسيتها هتساعد، والواحد بيحاول ينمي على قد ما بيقدر زي ما احنا اتكلمنا على النوير واتكلمنا على شتيجن والناس دي كلها، اساسي لازم يبقى بيلعب برجله، لو الجول ما بيلعبش برجله هيبقى عنده مشكله كبيره جدا اليومين دول بالذات.